أنت أيها الإنسان لا تسكت على الشر، ولكن اعمل بنظام، بتخطيط، بحسن تصرف، وانتظر الفرج من الله، ولا تمل، لا تمل. الدرب طويل، لا سيما إذا كنت في أول الفتنة، فإن القائمين بها سوف يحاولون ما استطاعوا أن يصلوا إلى قمة ما يريدون، فاقطع عليهم السبيل، وكن أطول منهم نفسا وأشد منهم مكرا، فإن هؤلاء الأعداء يمكرون ويمكر الله، والله خير.